يقول كم يحتاج طالب العلم من متن يحفظه لكي يتميز؟ لا يحتاج أن يتميز. ما المراد بأن يتميز؟ أن يعلو عن الخلق وأن يستعلي على الخلق؟ لا، هذا لفظ تجاري التميز. إنما المعيار الصحيح هو أن يصل إلى رتبة الإحسان، أن يصل إلى عظم الصلة بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون من عباد الله المحسنين. قل كم أحتاج من المتون أحفظ وأفهم كي أكون من عباد الله المحسنين. هذا هو المقام الأعظم. لا يحجبنا أهل الدنيا بحجبهم التي وضعوها، ونستجرها إلى الأوضاع العلمية والشرعية، لأن الأوضاع العلمية والشرعية أشرف وأعلى من أن تدنس بمطالب الدنيا ورغبات أهلها.